السلام عليكم البنات. في واحد الفيديو جديد بغيت نوريكم الخضره اللي درتها مرافقه الدجاج ديالي في هذاك الفيديو السابق. كنت باغا ندير الفيديو مع الدجاج، ساعه جاني الفيديو طويل، هذاك الشيء علاش انا درته فيديو مستقل. بالنسبه للخضره كنحتاج الخيزو، بطاطا، الكورجيت واللوبيا. كنشد الخضره ديالتنا كننقيوها، كنصوبوها على حقها وطريقها، كنقطعهم على شكل سيجارات طوال. كل شيء، لا الخيزو لا البطاطا لا الكورجيت واللوبيا، راتو ما عارفينها. صافي كنشد هاد الخضيره ديالتي كنغسلها وكندير واحد الكوكوط كبيره، كندير كل حاجه بوحدها، كل الخضره بوحدها، بطاطا بوحدها، هنا خيزو بوحدو كما كتشاهدوا في التصويره ديالتنا ديال الخضيره. وبالنسبه للقامه انا غنقولها لكم دابا. القامه ديالتنا كنحتاج واحد نص معلقه ديال الثومه غبره، كنديرها من الفوق. انا كلشي المقادير ديالي غنديرهم دابا من الفوق. كندير واحد شويه الابزار حتى هو كنديرو من الفوق. كندير واحد جوج ديال الدروس ديال الثومه، حتى ثلاثه الدروس ديال الثومه كنحكم حتى هما. كندير شويه الملح، رشيشه ديال الملح من الفوق، وكندير واحد المعلقه حتى المعلقه ونص ديال الزبده، وكاس ديال الماء. صافي كندير هادشي كامل ديالي في الكوكوط، كنسد الكوكوط. صافي كنردها فوق البوطه، كنشهد البوطه في الاول. ملي كتبدا الدور الصفاره تبدا الدور صفاره، كنقص البوطه وكنخليها، كنحسب ليها 15 دقيقه. صافي ملي كنحسب 15 دقيقه على الدوره ديال الصفاره، صافي كنطفي عليها، كنساب الخضره ديالتي واجده طيبه زوينه. انا هذه هي الطريقه ديالتي اللي كندير، وكنتمنىها تعجبكم، وشكرا للجميع.